لو الحكايه فيها ان فيتو معاكي مليون جنيه تعملي ايه؟ لو معايا مليون جنيه هعمل بيهم ايه؟ هفتح شركه الدعايه اللي انا بحلم بيها من اول ما اشتغلت في الدعايه الاعلاميه. مش عارف اي حد ولا انت ولا صحابي ولا اي حد. هسيب المدرسه اول حاجه. والله انا لو معايا مليون جنيه هتجوز برا بيهم المستشفى 57 357 لعلاج مرض السرطان، واتبرع اليوم للفقراء، اساعد الناس اللي محتاج فلوس، اشتري يعني شجره فيها تخلف لي ورد كتير، عادي اجيب بيهم عربيه، يعني ابني بيت كده، اعمل اي حاجه كده يعني بيها.